الآن خرجت دفعة جديدة من الإرهابيين وعائلاتهم برفقة سيارات من الهلال الأحمر العربي السوري وسيارة إسعاف. نعم، وصل عدد الحافلات الآن إلى 10 حافلات، كانتا في نقطة التفتيش الأولي. ترافق الحافلة سيارة تابعة للجهات الأمنية، وهي ترافقها مدة الرحلة كاملة، يعني كل حافلة ترافقها سيارتان، واحدة بالأمام واحدة في الخلف. أثناء عملية الانتقال من إدلب، من جرابلس عفوا، من دوما باتجاه جرابلس، يظهر معي في أحد الحافلات أحد المسلحين. نعم، كما قلت، مسلحين وعائلاتهم ينتقلون الآن. يعني وصل العدد كما قلت أكثر من 500 شخص بين إرهابي وأيضا عائلات تابعة للإرهابيين. الآن هي غادرت منطقة تجمع الحافلات إلى نقطة أوتوستراد دمشق حمص، حيث من المقرر تجميع الدفعة كاملة ومن ثم ترفيقها إلى جرابلس، وتبلغ مدة الرحلة أكثر من 9 ساعات عبر مدينة حلب والانتقال إلى يعني في محيط حلب طبعا باتجاه الشمال السوري عند نقطة الحدود التركية السورية مدينة جرابلس. هناك 3 أنواع للخنادق والأنفاق التي استعملتها المجموعات الإرهابية المسلحة داخل الغوطة الشرقية، وخاصة نقاط زملكة، جوبر، عربين، هذه الـ3 مناطق القريبة من العاصمة دمشق. الأنفاق هي أنفاق لمرور السيارات، أنفاق خاصة بالأفراد لنقل الذخيرة المتوسطة والفردية باتجاه الجبهة الأولى التي هي جوبر. هناك الأنفاق للسيارات، هي تنقل المؤن والذخائر باتجاه خط الجبهة، تبدأ من عربين، تبدأ من عين ترمى، وتبدأ من منطقة زملكة، هي الخط الخلفي الأبعد قليلا عن العاصمة والتي تربط مع عمق الغوطة الشرقية. طبعا خلال جولتنا يعني كان هناك مقرات للمجموعات الإرهابية هي تحت الأرض، حتى خنادق السيارات هي يوجد فيها مرآب للسيارات، يستطيع الإرهابي التنقل والحياة داخل الأنفاق لمدة أشهر طويلة. أحد يعني الأسرى المحررين كان تحدث لي عن أنه بقي 4 شهور تحت الأرض لم يرى النور، وكان قد قال لي بأن أيضا الإرهابيين كانوا يعيشون تحت الأرض، لا يستطيعون التحرك نتيجة يعني الاستهداف من الجيش العربي السوري فوق الأرض، لا يستطيعون التحرك، دائما عملياتهم تحت الأرض. أصلا تكتيك المعركة هو يعتمد على ذلك.